الصحيح أنها فرض كفاية خلافا لمن قال إنها سنة، لما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وهذا هو رأي ابن القيم رحمه الله. ولو حصل في السفر فتصلى في السفر وتصح ولو فرادى، فلو صلاها الإنسان لوحده فلا بأس، لكن الأفضل أن تؤدى جماعة في المساجد كما فعل عليه الصلاة والسلام. وهل يجهر بالقراءة حتى ولو كان في النهار؟ نعم يجهر، وما ورد من أحاديث أنه أسر فهي أحاديث ضعيفة، وما ورد منها ما هو صحيح فإنه مؤول. والصحيح الثابت عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، وكان الحاصل في عهده هو الكسوف، وهو كسوف الشمس.